تكملة محاضرات Cross Section Elements أخذنا بالعرض السابق المجموعة الأولى لتخص الكاجواي أو الترافلواي. هنا راح يكون تركيزنا على المجموعة الثانية من مجموعة من العناصر اللي مكونة Cross Section وهي مجموعة الرود مارجينز. أول عنصر في هذه المجموعة هي الشولدرز. الشولدرز هي مساحة مخصصة وقوف المركبات الاضطراري تقع على جانب الطريق، تيار adjacent to the traveled way، يعني في الحافة الخارجية للممرات المخصصة لحركة المركبات يكون موقع هو الشولدرز. Shoulders are provided for the accommodation of a stopped vehicle. الشولدرز هو يعني طبعا يكون عرضة أقل من عرض الطريق إلى وظائف أساسية تمثل الغرض من وجود الأكتاف الطريق. الغرض الأول هو accommodation of stopped vehicle، في حال الوقوف الاضطراري للمركبة إذا اضطر السائق لوقوف لسبب معين، فوقوفه في الممر الخاص لحركة المركبات راح يسبب عرقلة لحركة المركبات، فلذلك وجود الشولدر راح يساعد وقوف المركبة بدون ما يأثر على حركة المركبات الأخرى. الغرض الثاني for emergency use، يعني في حال إذا كان الممرات الخاصة لحركة المركبات بها أعمال صيانة أدت إلى عدم ممارستها لوظيفتها الخاصة كممر خاص لحركة المركبات، أو وجود حادث مروري قطع حركة المركبات بالطريق، أو ممكن سيارة عطلت وقفت بالمركبة، في المركبات الأخرى اللي تريد تتجاوز هذا العارض اللي سبب الوقوف، راح إذا كان الشولدر موجود راح تستخدم الشولدر كممر للحركة، فراح يساعد إلى تجاوز هذه الحالة الطارئة. الغرض الثالث lateral support هو يعني شغلة إنشائية، إحنا الطريق يسند حالة يعتبر يعني vertical support لحركة المركبات اللي هو اللود العمودي الناتج من وجود المركبات، وبنفس الوقت جوانب الطريق راح تسند تتوفر سند أفقي للطريق. في وجود الشولدر يعتبر lateral support للطبقات التبليط نفسها والطبقات الأخرى اللي تحت طبقات التبليط. Full width usable shoulders should be provided on highways where the DHV exceeds 100 vehicle per hour. لما تتجاوز الـ daily hourly volume تقريبا 100 مركبة بالساعة الواحدة، فهنا بهالحالة راح نحتاج إلى وجود الشولدرز. نشوف هذا الشولدرز يمثل نوع نسميه unpaved shoulder اللي هو يكون غير مبلط. راح نشوف هنا الكتف الطريق اللي هو على عافة الطريق يكون يعني بشكل المادة مادته هي عبارة عن تربة غير مغطاة بالتبليط. في حال إذا كان مبلط فيكون مفصول عن الطريق بممكن خط، وممكن يستخدم لحركة مركبات صغيرة. عرض الشولدر يتراوح ما بين 1.25 اللي هو تقريبا نصف ممر طريق إلى 3 متر، وهذا 3 متر يعني نوفره كعرض يعني عرض ممر كامل في حال إذا كان الطريق مشهور بحركة مرورية عالية تتجاوز 100 مركبة بالساعة الواحدة. بالنسبة للشولدرز أيضا يكون مائل مثل ميلان الممرات الخاصة للطريق. إحنا شرحنا الكروس سلوب وقلنا نحتاج الكروس سلوب لتصريف المياه، فقلنا إنه الطرق الأسفلت الكونكريت السلوب مالته تروح ما بين 1.5 إلى 2%. في حال إذا كان هذا الطريق مسنود بشولدرز مبلطة يسميه paved shoulder، هنا عندنا حالة paved راح يكون ميلانه نفس ميلان الطريق اللي هو 1.5 إلى 2%. أما في حالة unpaved اللي هو الغير مبلط فعندنا نوعين، عندنا compacted soil اللي هو يكون نفس طبقة التربة مرصوصة تروح سلوب مالتها ما بين 6 إلى 8%، وعندنا نوع آخر يسميه granular material اللي هو يكون بنسبة عالية من الأجريجيت، فالسلوب مالته راح يكون أقل يتراوح ما بين 4 إلى 6%. بكل الأحوال unpaved يكون السلوب مالته أعلى من الpaved. السايدووك هو عنصر آخر تابع لمجموعة الرود مارجينز ويمثل الممر الخاص لحركة المشاة.
Generally, sidewalks should be provided when pedestrian traffic is high along main or high speed roads in either rural or urban area. احنا السايدوكس عندنا معروفة بالطرقنا بالعراق نسميها الرصيف، الرصيف اللي يكون على حافة الطريق. فهنا راح نشوف عندنا الصورة على جهة اليمين، هذا ممر خاص للمشاة، نسميه هنا ذات ممرين، يعني يسمح بمرور شخصين، فيكون عرضه تقريبا هذا النوع 0.7 متر. راح نشوف بجانب الرصيف اكو عندنا الكيرب واكو عندنا الشولدر. هذا الصورة الأخرى على اليسار أيضا اللي تمشي به، نشوف هذا أيضا هو شولدر ذات أكثر من ممر وبصفه اكو عندنا السايد ووك ذات أكثر من ممر وبصفه ذات مرتفع، طبعا هنا ارتفاع أعلى من منسوب الطريق، وعندنا بحافة منسوب الطريق اللي هنا بيفد شولدر. يستخدم السايد ووك لما يكون عندنا نسبة عالية، الطريق مستخدم من قبل من نسبة عالية من المشاة، فتكون عندنا حركة مشاة عالية، في ذلك نحتاج نوفرهم ممرات خاصة حتى نأمن استخدامهم الطريق بدون اصطدامهم بالمركبات. وأيضا في الطرق السريعة اللي يكون استخدام المشاة للطرق جدا خطر ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الحوادث، فوجود السايد ووك راح يقلل احتمالية اصطدام المشاة بالمركبات. طبعا وجود السايد ووك ضروري في كل أنواع الطرق الخارجية والطرق الحضرية. كيربس and gutters هو عنصر آخر من الرود مارجينز. الكيربس are raised structure used mainly on urban highways، هو نوع من الستراكشر يقع على حافة الطريق، يكون ذات منسوب أعلى من منسوب الطريق. They are used to delineate the pavement edge to control drainage and improve aesthetics. فإذا عنده ثلاث وظائف، الوظيفة الأولى هو حتى نحدد الحافة الخارجية للطريق، يعني وجود الكيربس راح يمثل الحافة الخارجية للطريق، ونعرف هنا يكون مؤشر للسائق انه هذا هنا انتهت المساحة المخصصة لحركة مركبتك، المساحة الأخرى راح تكون لأغراض أخرى، ممكن تكون لأغراض مركبات صغيرة أو لأغراض المشاة اللي هي ما بعد الكيربس. أيضا عندنا نوع آخر اللي هو control drainage، وهذا حنوضحه لما نشرح الجتر اللي هي العنصر اللي تابع مع الكيربس، والإمبروف الأيستيكس اللي هي تحسين الخاصية الجمالية للطريق. أما الجتر فهو مرافق مع الكيربس، ليش؟ لأن هو تعريفه هو usually located on the pavement side، دائما يوجد على حافة الطريق مع الكيربس، to provide principal drainage facility for the highway. إذا تذكرنا لما شرحنا الكروس سلوب قلنا نحتاج الكروس سلوب حتى نأمن انحدار المياه إلى الحافة الخارجية وثم تصريفها. فالجترز هي فتحات تقع مع الكيربس في الكيربس حتى تستقبل المياه المنحدرة وتصرفها إلى منظومة الدرينج سيستم اللي تقع تحت طبقات التبليط. نشوف هاي الصورة توضح لنا أكثر الكيربس اللي هي خلينا نشوف على حافة الطريق، هذا الكيربس اللي يكون مرتفع، وهنا عندنا الجزء الأسود هذا هو الجترز، هذا احنا نسميه فتحات المنهول. نشوف هنا هذا المقطع يوضح لي أبعاد الكتر. هنا إذا تتذكرون من شرحنا كروس سلوب ومن شرحنا أيضا الشولدر سلوب، كنا في حالة البيف سلوب بيفت شولدر الكروس سلوب يكون 1.5 إلى 2%، فعلى حافة الشولدر إذا كان موجود، إذا كان غير موجود حيكون على حافة اللين عندي الجتر. فالجتر تقريبا هي يعني عرضة يتراوح ما بين 0.3 إلى 0.5 متر، وبصفك عندنا الكيرب ستون، هذا الكيرب يكون ذات ارتفاع معين. تحت هنا عندنا الجزء الأسفل من السلايد يوضح لي أنواع الكيربس. النوع الأول هو البارير اللي احنا نسميه بشكل يعني بارير، لأنه حيتصرف كتصرف يعني حاجز لحافة الطريق ذات ارتفاع عالي تراحم ما بين 20 إلى 30 سنتيم، فهذا نوفره حتى لا نسمح للمركبات بالعبور. النوع الثاني عندي نسميه الماونتبل اللي هو ارتفاعه جدا قليل ما يتجاوز 8 سنتيم عن سطح تبليط، فهنا هذا يسمح بالمركبات بالعبور. النوع الثالث اللي هو اسفلت الكونكريت، راح نشوف عندنا اشكال توضح هاي الانواع الثلاثة. هذه هي الاشكال، النوع الاول اللي هو البارير، هذا تقريبا الجزء الواحد راح طوله ما بين 0.75 إلى 1 متر، عرضه 20 سنتيم إلى 30 سنتيم، ارتفاعه 30 سنتيم، يكون المقطع العرضي مالته الجزء الاعلى ارتفاعه اقل تقريبا 15 سنتيم.
النوع الثاني المامنتبل راح نشوف هنا منسوبة يعني 8 سنتيم، ما يتجاوز 8 سنتيم. أما النوع الثالث اللي هو الأسفلتيك كونكريت، هذا هو شكل المقطع العرضي إليه، والارتفاع تقريبا 12 سنتيم، يعني أيضا مو جدا يعني كثير، وعندنا عرضة تقريبا 17 سنتيم. العنصر الآخر هو الجارد ريالز أند جايد بوست. الجارد ريالز هو حواجز معدنية توضع على جانب الطريق، والغرض منها هي لتوفير الأمان في حالات لما يكون الطريق في حالة خطرة. شنو هي الحالات الخطرة؟ هي لما يكون عندنا شارب كيرفز، منعطفات جدا حادة ممكن تتعرض بها مركبة إلى انقلاب، وأيضا at section with high fills. high fills أو نسميه impactment لما يكون المنطقة المحيطة بالطريق ذات انحدار نازل جدا عالي، فيكون المنسوب مالت منسوب الأرض المحيطة أقل من منسوب الطريق بنسبة عالية بارتفاع عالي جدا، فيكون هنا المركبات اللي تمشي على حافة الطريق معرضة للسقوط بهذا بهذه الفيلز. وجود الجارد بارير جارد رياس راح يمنع سقوط المركبات ويوفر خاصية أمان لسائق المركبة كمؤشر عدم الاقتراب من حافة الطريق لوجود منطقة خطرة. هذه طبعا هذه الحالة لما يكون منسوب الامباكتمنت أقل من منسوب الأرض تقريبا بثمانية فوت، أو السلوب يكون تقريبا أعلى من 4 إلى 1. أما الجايد بوست، فالجايد بوست هي بوست أو أعمدة ذات ألوان فسفورية توضع على حافة الطريق، أيضا ليس لها يعني وظيفة فيزيائية، لكن وظيفتها هي يعني إرشادية أكثر، أو أنه توفر للسائق المركبة لمن يكون بأوقات الليل لمن يكون الظلام دامس، توفر كمؤشر إنارة الإدارة جاية من ألوانها الفسفورية توضح له اتجاه الطريق. واضح عندنا في هذه الصورة هذا الجايد ريال الحاجز المعدني على جانب الطريق، وهذا هو الجايد بوس اللي ذات ألوان فسفورية أصفر وبرتقالي. السايد سلوبس هو العنصر الأخير من عناصر رود مارجنز، ويقصد بيها الانحدار الجانبي للطريق. احنا شرحنا الكروس سلوب وقلنا انه مرات طريق ذات انحدار قليل 1.5 إلى 2%. لما يكون عندي المنطقة المحيطة بالطريق على جانبي الطريق عندي فلس ذات انحدار عالي منسوبة أقل من منسوب الطريق بفرق جدا عالي، فهنا السايد سلوب راح يوفر لي حيكون ضروري. السايد سلوب حيكون هو يعني سلوب انتقالي، أو يكون منطقة انتقالية توفر انتقالية ما بين الكروس سلوب الطبيعي لأرض الطريق والكروس المنطقة المحيطة به، فحيكون وظيفته هو توفير ستيبيليتي للأرض الطريق، لأنه الفرق ما بين المنسوبين حيوفر نوع من عدم استقرارية لأرضية الطريق. وظيفة الثانية أيضا هي استيعاب المركبات اللي خارج من السيطرة، لما تخرج المركبة عن السيطرة ممكن تقع بالوادي المحيط بمنطقة الطريق، فوجود السلوب الخارجي حيوفر مساحة إضافية تستوعب هذه المركبات. هذا السلوب يكون تقريبا ما بين 3 إلى 1 أو أقل. أشوف هذا الشكل عندنا يوضح لي الفرق ما بين المقطع الفول سكشن والكات سكشن. بالجزء الأعلى يوضح لي أنه عندنا الطريق هو اللي منسوبة خط مستقيم، بينما المنحني هو حيمثل منسوب الأرض. فعندنا سكشن أي منسوب الطريق أعلى من منسوب الأرض، موضح عندنا تسقيطه بالجزء الأسفل من السلايد مكتوب عليه full section section A، فحنلاحظ أنه هذا الطريق مبني بسلوب بسايد سلوب فوق سطح الطريق اللي هو أصلا بسلوب، فحنشوف حافة الطريق بيها السايد سلوب ما يتراوح ما بين 1 إلى 0.75 إلى 1 إلى 4، وارتفاع الطريق تقريبا 6 متر أو أكثر عن منسوب الأرض. أما السكشن بيرنا حيكون حاف منسوب الطريق أقل من منسوب الأرض، فحيكون عندي هنا أعمال كات مثل ما نشوف بالسكشن بي بأسفل السلايد، هنا حيصير عندي أعمال كات حتى نوصل إلى منسوب الطريق.